السلام عليكم. شفنا تفاعلكم الرهيب في مقطع 5 جلتشات تخرب عليك اللعبة، وفي أغلب من شخص في التعليقات كان بودهم جزء ثاني، فسوينا لكم جزء ثاني عشانكم يا حلوين. لعبة ترو كرايم، واللي نزلت على جهاز البي سي والاكس بوكس والبلاي ستيشن 2، وكانت اللعبة مفقعة من ناحية جلتشات في كل النسخ، ولكن على الاكس بوكس كان الأسوأ من ناحية جلتشات، وكان في جلتش عند الزعيم اللي تقاتله على الكاونتر. كانت المشكلة انه ما يطيح، وعشان تهزمه لازم تطيحه ولازم تقتل الزعيم عشان تكمل اللعبة، ولكن بسبب الجلتش كان ما يطيح عشان كانت اللياقة عنده ما تخلص، فمن المستحيل انك تقدر تختم اللعبة. ولكن الشيء المضحك انه نسخة الاكس بوكس اخذت اعلى تقييم. في لعبة توني هوكس على جهاز بلاي ستيشن 2 كان في جلتش جدا عبيط، وفكرة الجلتش انك تقدر تطفي جهاز اي واحد مو عاجبك. في بداية الاونلاين على جهاز بلاي ستيشن 2 كان بامكانك ترسل رسائل لاصحابك، ولكن كانت الحروف محدودة، بس إذا شبكت الكيبورد على الجهاز تقدر تعدل الحروف المحدودة، وإذا أرسلت لأي أحد حروف أكثر من المحدودة راح يعلق الجهاز بالكامل حتى لو ما فتح الرسالة. إلى وصلت مرحلة من الإزعاج وقفلوا سيرفرات اللعب عشان بسبب الجليتش هذا. لعبة مترويد أذر إم، في أحد الزعماء بعد ما تقاتل وتخلص عليه غالبا تقول لنفسك إنه من الأفضل إني أروح أسيب اللعبة عشان ما ودي أموت قدام وأقابل الزعيم البثر مرة ثانية. المهم تروح تخزن التسجيل، ومن بعدها انت طحت في جلتش ما يخليك تختم اللعب، هو انك ترجع وتروح للباب اللي من المفترض انه يكون مفتوح من بعد ما تقتل الزعيم، ولكن يطلع لك الباب مقفل ولا يمديك تسوي ولا شيء. الشيء الوحيد انك تسويه تحذف التخزين وتبدا من جديد. لعبة لويجيز مانشن، وتحديدا نسخة الجيم كيوب، واللي كان فيه جليتش يمنعك انك تكمل اللعبة. لما توصل عند زعيم اللوح وتخلص عليه يرمي لك مفتاح، ولكن اذا طلعت من الغرفة من غير ما تاخذ مفتاح راح يختفي للابد، ومن غير المفتاح ما يمديك تفك الباب اللي يوديك للمنطقة اللي بعدها. في لعبة جراند الجزء الثالث، وفي الحلقة السابقة برضو تكلمنا عن احد اجزاء جراند، وفي هذا الجزء كان فيه جليتش يمنعك من انك تختم اللعبة لو حبيت تختمها مرة ثانية بتخزين ثاني. نعلمكم كيف. المهم في مهمة لازم تقاتل عصابة البيربل نايز وتخلص العصابة كلها، بس المشكلة بعد ما تخزن راح يتلف جميع التخزينات اللي بعدها. يوم تلعب من جديد على تخزين جديد يجيك من أول المهمات اللي هي اقتل 20 شخص من عصابة البيربل ناين، ولكن المصيبة انك ما راح تلقى ولا أحد من العصابة لأن التخزين تأثر من التختيم اللي قبله، يحسب انك قتلت جميع اللي في العصابة. وكذا نوصل لنهاية المقطع، إن شاء الله عجبكم المقطع، وإذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم أخوكم مران الحازمي، ومع السلامة.